المهم بدا محتوى تاع الفيديو، نصلوا كامل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. وصفتنا لنهار اليوم وصفة بزاف بنينة، مقاديرها بسيطة، طريقة عملها جد سهلة، النتيجة مضمونة 100% وبزاف هايلة. وصفة البريوش المحشي بالشوكولاتة الطلاء بعجينة جد خفيفة وشيشة بدون إطالة إلى المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير نحتاج إلى كاس حليب يكون دافئ، كاس ماء دافئ، كاس إلا ربع سكر، نص كاس زيت، ملعقة ونص خميرة الخبز، 2 حبات بيض، نص ملعقة صغيرة ملح، كيس خميرة كيميائية، وفرينة حسب الحاجة. نحط في إناء المكونات كامل، نخلطهم مليح بالفويل ونبدأ ندير الفرينة حتى نحصلوا على عجينة تكون طرية. ما ننساش قشور الليمون. بلا ما ننسى قشور الليمون. اذا نحط الفرينة تدريجيا كما راكم تشوفوا، لازم تحصلوا على عجينة تكون طرية، دائما عجينة البريوش دائما لازم تكون طرية باش يجي البريوش ديالنا خفيف. نزيد نص مغرفة تاع الملح وكيس خميرة كيميائية هذا في الاخير. بعد ما تمن العجينه راكم تشوفوا القوام اللي تحصلنا عليه، نغطيها ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. بعد ما خمرت العجينة ديالنا نبدأ نشكلها إلى كرايات، حجم الكراية 100 غرام، نكورهم مليح، نستعين بالفرينة باش ما تلصقش. بعد ما كورتهم مليح نبدا نحلهم بالحلال، ندير في الوسط مغرفة تاع الشوكولاتة الطلاء. هذه الشوكولاتة انا اللي درتها في الدار، الوصفة ديالها في القناة، نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. اذا نحل العجينة ديالنا بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه، نحلها رقيقة
وندير مغرفة تاع الشوكولاتة في الوسط، بهذا الشكل. ندهن الأطراف بالماء باش تتلصق العجينة، تتلصق مليح، ما تتفتحش وتخرج كامل الشوكولاتة. بعد ما نحلهم كامل ونعمرهم بالشوكولاتة، نخليهم يرتاحوا قيس 5 دقائق. نعود نحلهم شوية بسمك حوالي 1 سنتيمتر أو 1.5، نحطهم في السنيوة اللي تدخل الفرن، نخليهم يتخملوا مليح. بعد ما يتخملوا ندهنهم بالبيض من الفوق، ندير شوية تاع الخل، قطرات تاع الخل على جريحة البيض، ندخلهم للفرن مشعول مسبقا على درجة 200 درجة، نشعلهم من تحت، بعد نشعلهم من الفوق ياخذوا التحميره ونجبدهم ومباشرة. ومباشرة بعد ما نجبدهم من الفرن، ندهنهم بالشوكولاتة من الفوق. جبت طابليت دو شوكولا، ذوبتها في الميكرووند او ذوبوها في حمام مائي، زدت لها 2 مغارف تاع الحليب، خلطتها مليح ودهنت البريوش ديالنا.
وهذا هو الشكل النهائي للبريوش ديالنا، جا رائع، بنين وهشيش بعجينة خفيفة كالقطن، والبنة ديالها من أروع ما يكون، خاصة كي فيها رائحة القارص أو الليمون، وهذيك الشوكولا عطت له البنة والطراوة والخفة. ننصحكم تجربوا هذه الوصفة لأنها حقا تستحق تجربة. نتمنى تكون عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم. إذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو وتبارطاجوا مع الأصدقاء. نتلقاو في فيديو جديد عن قريب. مع السلامة.